السلام عليكم، إذا بالنسبة للدرس الثاني أو الدرس الثالث، المعنون تحت عنوان الجزيئات والذرات أو الذرات والجزيئات لي زاتوم لي موليكيول. إذا غادي نبداو أول فقرة ديال الدرس هو l'interprétation moléculaire de l'air et des cellules usées il est gaz. Et then on pousse le piston d'une seringue contenant de l'air. Et then on dit واحد المحقنه تحتوي على الهواء تما نموذجته بنموذج جزيئي كما تلاحظون جزيئات ثنائي الاكسجين عندها واحد الشكل شبه منحرف بالازرق وكاين مربعات تمثل ثنائي الاكسجين. اذا ندفع المكبس ماذا نلاحظ؟ كون كومبريم لو كاز عندما نضغط الغاز لسباس اونتر لي موليكول ديمينيو. اش كنلاحظوا بان هاد الفراغات اللي كتكون بجزيئات ماذا يحدث لها؟ هاد المساحة ولا هاد المسافة ولا هاد الحيز ديال الفضاء اللي كيكون بيتو كيصغر. مي لو نومبر اي لا تاي دي موليكول شونج با، بينما العدد ديال هاد الجزيئات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، العدد واحد جوج ثلاثة ستة عندي عشرة، هنا عندي عشرة هنا عندي عشرة، لو نومبر دي موليكول شونج با، العدد ديال الجزيئات لم يتغير. ايضا نطاي يعني القط ديالها ما لم تتشوه جزيئات. اذا هذاك الملاحظه، اذا نقول بان لا بريسيون اوغمونت، الضغط يرتفع. انتربريتاسيون يعني تفسير. اذا كنا شفنا في اولى اعدادي ان مثلا خدينا مثلا لا ماتيير، خدينا لي تخواز ايطا دو لا ماتيير، ايطا سوليد ايطا ليكيد ايطا غازو، وهاد لا ايطا ايتي بريزونتي بار لو موديل سوا هذاك بارتيكولير ولا لو موديل. بون هنا كنستعملو لو موديل بارتيكولير، كنمثلو هذوك الدقائق الصغيرة اللي كتكون لمثلا المادة بدوائر مثلا. إذا ليطا سوليد كنلاحظ بأنها سيطانيطا كتكون هذوك لي بارتيكول سون كومباكت متماسكين ومترابطين، بينما هنا كتكون كتكون متراصة لكن غير مرتبة. هنا متراصة ومرتبة، هنا كتكون غير متراصة وغير مرتبة. دونك هنا جوست ان رابيل. إذا بالنسبة للتفسير، كون اون بلوس لي بيس لو بيستون لو نومبر دو موليكول دو دير نو فاري با، دونك العدد ديال جزيئات الهواء لم يتغير. إذا لي موليكول سو رابروش تقترب فيما بينها، ليزان لي زوطخ يعني يقترب بعضها من البعض. لي شوك اونتر ال تصادمات بينها اوكمون ترتفع. Et entraîne une augmentation de la pression et l'orifice maintenant un bouchon. Par exemple, l'ouverture la pression augmente. هذوك الجزيئات ديال الهواء كتبقى يوقع بيناتهم تصادمات، وهذوك التصادمات كيولي ليا الضغط، كتكون تصادمات فيما بينها وكتكون تصادمات مع هاد الجوانب الداخليه ديال هاد المحقنه، وهكذا كيرتفع الضغط. كونكلوزيون لير ريفورمي دو موليكول ديفيرونت وي، دونك كاين هنا عندي دو تيب دو موليكول. لا بريسيون دان غاز ريزولت دو شوك اونتر لي موليكول. اذا كيفاش كنفسرو حنايا الضغط مثلا ارتفاع الضغط؟ ما هو الا التصادمات التي تحدث بين الجزيئات بعضها البعض ومع جوانب داخلية لمحقنة. اذا دونك بار اكزومبل غناخدو مفهوم ديال الذرة الاتوم. اذا واحد السؤال كيطرح راسو، اذا هنا مثلا خديت الماده مثلا الماء في الحاله ديالو الصلبه ولا السائله ولا الغازيه، كنقول بان اصغر جزء في الماء
كلمة لما تنم بهذه الكريات، لكن هذه الكرية شنو ماذا تمثل؟ ما هي هذه الكرية؟ شنو هي؟ إذا هو هدف الفقرة، هذه الفقرة، إذا العنوان ديال الفقرة هما لي زاتوم. دونك سي كوا ان اتوم؟ ديفينيسيون. إذا اون فا كومونسي باغ اون اكسبيريونس، بخوندغ ان مورسو دو بابي، يعني ناخذ واحد القطعة من ورق. ديفيزي لان دو، لون دو، يعني كنقسموها إلى قطعتين. puis recommencer la procédure récursivement. Il y a un taxim qui est un peu plus grand que le taxim. Je suis un peu plus grand que le taxim. Je suis un peu plus grand que le morceau de papier a été divisé en deux morceaux. Je suis un peu plus divisé en deux. Je suis un peu plus grand que le taxim. إذا بالنسبة للكونكلوزيون، إذا هذا آخر جزء ديال الورقة الذي لا يقبل التقسيم، ميمكنليش نقسمو، أو ما عنديش واحد الوسيلة باش كنقسمو مثلا، شنو كيتسمى؟ يسمى بالذرة أناتوم، سي كوا أناتوم؟ أناتوم إلى بلي بوتيت بارتيكول دو ماتيغ إنديفيزيبل، هو أصغر دقيقة في المادة غير قابلة للتجزيء، كنبقى نجزء في المادة. شفت مثلا واحد الكاريط وكنبقى نقطعو بمقص قطع قطع حتى لأصغر جزء، داك كيتسمى الذرة لاتوم. توت لا ماتيغ يكون سوتيوي داتوم، إذا المادة كتكون يعني مادة بصفة عامة، ماء، تربة، غاز، أي مادة كتكون من ذرات دي زاتوم. إن نو بوف تيتخ أوبسيرفي، لأنه لا ماتيغ يعني في ال يعني في يعني في تاريخ العلم، مراحل ديال العلم، كان واحد ال يعني واحد ال سميتو أرسطو، كان كيقول لك بأن المادة كتكون من أربع أشياء: الماء، النار، الهواء، التربة. لكن المادة كتكون ما تسمى بالذرات. إذا هاد الذرة إن هاد إل سي تان برونو لي كيرجع على لاطون لي زاتون. Les atomes ne peuvent être observés ni à l'œil nu. L'œil nu. Ni avec les microscopes. Un atome mesure environ 0,1 nanomètre. في القياس ديال الاطوال. دونك هنا كنا شفنا بان مثلا بار اكزومبل لي ديستونس المسافات ولا لي لونغور، كاين بار اكزومبل لو متر، كاين ديسيمتر، واصغر وحده كنا شفناها هو المليمتر. دونك كاينه واحد وحده اخرى اللي كتسمى نانومتر، دونك الرمز ديالها هو ان ام، بحيث واحد نانومتر كيساوي 10 اس ناقص 9 متر. يعني هنا عبرنا على شكل قوى كتابه، يعني على شكل قوى. دونك ان مليار ديم دو متر، اذا ان مليار ديم دو متر. وهذا النانومتر هو هي الوحده اللي كنستعملها باش كنقيس مثلا لا طاي، يعني القد ولا القطر ديال الذره. دونك سامبول الرمز، ريبريزونطاسيون تمثيل الذره. دونك باغ اكزومبل غديت مثلا donc le nombre de latons par exemple l'indi qui nous fait bien le hawa est composé من ثنائي الهيدروجين، ثنائي الهيدروجين جزيء ا كتكون من جزيئات ديال ثنائي الهيدروجين، كل جزيئه كتكون من ذرات الهيدروجين اللي كنرمزوها ب اج ماجيسكول. اذا لو نوم دو لاتوم سي هيدروجين، لو سامبول هو اش ماجيسكول، كناخذ لا بروميير لتر. لو كربون كنا شفناه لو كربون كيكون في الفهم، اذا لو سامبول ديال هاد الذره هو سي. لازوت الرمز ديال لازوت هو ان ماجيسكول، لحقاش هنا التسميه كانت لاتان لاتينيه، كنقولو في حقيقه لا كنقولو نيتروجين. اوكسيجين او كلور سي ال، وكاين حتى الكبريت لو سوفر كنرمزو له بال اس. إذا غنمثلوهم بدي سفير، يعني يعني سفير يعني كرية في الفضاء، أولا بدائرة في المستوى. مثلا الهيدروجين غنمثلو بواحد الدائرة اللون ديالها أبيض،
الكربون بواحد الدايره كتكون كبيره القطر ديالها، اللون ديالها اسود. الازوت دايره لونها ازرق وكبيره مقارنه مع الكربون والهيدروجين. اكسجين دائره ايضا لونها احمر وطويله، الخط ديالها طويل. وحتى ايضا الكلور، اذا لون اخضر، ولاحظتوا القطر الكبير ديال الدائره. وكاين حتى ايضا الكبريت كان مطلوب دائره لونه اصفر. دونك او سو كي كونسيغ لا كونكلوزيون، اذا بالنسبه للتسميه ديال الذرات، كاينين مثلا دوك الاسماء اللي كيكونوا ريغولي، دوك الاسماء اللي كيكونوا ريغولي بحال هيدروجين كربون اكسجين كلور، هادو كنقولوا لهم ريغولي. بينما مثلا كاين ذرات مثلا الصوديوم لازوت، هادو كتكون التسميه ديالهم لاتان يعني لاتينيه. هاد الاسماء كيتحفظوا، هاد الجمل كنحفظوه. كونكلوزيون، ان اتوم اي ديزيني بار ان سامبول شيميك، الذره تمثل بواحد الرمز كيميائي. اون سفير كولوري، بواحد الكره ولا دائره ملونه. دابا غنمشيو للمفهوم ديال لي موليكول، الجزيئات. اذا ديفينيسيون، دونك اون موليكول تان روغروبمون دو بليزيور اتوم ايدونتيك او ديفيرون لي اونتر. اذا قلنا بان الماده كتكون من ذرات، لكن هاد الذرات ما خصناش نساو بان دوك الذرات مرتبطه فيما بينها. وهذاك الذرات اللي كيكون مرتبطه فيما كدير لي واحد سكون ابيل ان غوغروبمون، تجمعات. وكل تجمع ديال الذرات كيعطيني ما يسمى بلا موليكول، الجزيئه. دونك جزيئه سي ان غوبمون دو بلو دو، تقدر تكون جزيئه، تقدر تكون لا موليكول، تقدر تكون ان اتوم ذره او بليزيور اتوم qui sont liés, مرتبطين فيما بينهم، qui sont liés entre eux، مرتبطة فيما بينها. إذا مثلا لاحظت مثلا الماء كتكون من دقائق صغيرة اللي هي جزيئات الماء. وهاد جزيئات الماء إلا بغيت ندير مثلا لا فورمي شيميك، الصيغة الكيميائية ديالها كيكون هكا الصيغة ديال الكيميائية هي H 2 O. إذا H او، اذا النوع ديال الذرات المكونه لجزيئه الماء اللي هما الهيدروجين والاكسجين. هاد المؤشرات لي زانديس اثنان، وكاين هنا واحد الواحد ما كيبانش ما كنديروش هنا. اثنان كيقول لك بان هذا عدد النوع ديال الذرات الهيدروجين. اذا هنا كم عندي العدد ديال الذرات هما اثنان، هنا عندي كم نوع من ذرات، هو ما هو عدد النوع ديال هاد الاكسجين؟ شحال؟ واحد. Très bien. Idem, la formule chimique est. Elle dit la molécule d'eau, cette molécule est constituée de. Je vais vous dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est 12 atomes d'hydrogène, un hydrogène et un atome d'oxygène. Idem, on a un exemple. Mais la formule chimique, elle est qu'on a un dialogue avec le José A. و لو سامبول اللي كيكون عنده علاقه بالذره الاتوم. دونك هنا شنو غادي نوقع الخلط اللي غنوقع فيه هو ما عرفش نميز ما بين جزيئه والذره. maintenant on va représenter les molécules. كنا شفنا لي اتوم، شفنا لي سامبول ديالهم، شفنا لو ريبريزونطاسيون ولا بون. maintenant غنشوفو ايضا بالنسبه للمولكيول، شفنا سا فورمي شيميك، ايضا غنشوفو sa représentation. Il est une molécule désignée par sa formule chimique. Oui, il peut être représenté par son modèle compact. Je n'ai pas de modèle motaras. Par exemple, on a dit faire la colonne, on a dit le nom de l'azote. Par exemple, l'azote maintenant qui est dans le mer, qui s'appelle l'eau. Maintenant, l'azote qui est dans le tunnel hydrogène, le gaz. او الجزيئات اللي كتكون مثلا في الغاز اللي كيكون في الهواء ثنائي الاكسجين، او مثلا ثنائي اكسيد الكربون نتيجه احتراقات مثلا ديوكسيد دو كربون، حتى هو داك الغاز كيتكون جزيئات. ايضا واحد ديوكسيد الكربون هو اكسيد دو كربون، سي ان غاز كيتكون من جزيئات. ايضا البوتان حتى هو غاز يتكون من جزيئات البوتان. واخيرا الديازوت هو الغاز اللي كيكون في الهواء بنسبه كبيره كيتكون بدوره من جزيئات.
اذا لا فورمي شيميك ديال مثلا ديال ثلاثيه الماء هي H2O ديال مثلا غاز ثنائي الهيدروجين. الصيغه الكيميائيه هو H2، الصيغه الكيميائيه مثلا ديال ثنائي الاكسجين هو O2، الصيغه الكيميائيه CO2 ديال ثنائي اكسيد الكربون. هذه اكسيد الكربون هو CO، بالنسبه للبوتان هو CH4، واخيرا N2 هي صيغه جزيئه ثنائي الازوت. اذا هنا خصني نفرق ما بين مثلا ديازوت و ازوت. هاد دي كنقصد بها اثنان هو اللي كاين هاد لانديس اللي عندينا، ازوت كنقصد بيه ذرة الازوت. اذا جو دوا بوفوار ديستينغي اونتر ان موليكول باغ اكزومبل ديازوت اي لاتوم دو ازوت، دونك لا كومبوزيسيون اناتوميك. اذا كل جزء كتكون ذرات على حسب التعريف. باغ اكزومبل لا موليكول اش دوزو كتكون من دوز اتوم ديدروجين اي ان اتوم دوكسيجين. ici بالنسبة دي هيدروجين كتكون من دوز اتوم ديدروجين، دي اوكسجين كتكون من دوز اتوم دوكسجين. هنا ان اتوم دو كربون حقاش واحد، انا هاد لانديس كما قلت ما كنديروش ولكن محسوب. ان اتوم دو كربون اي دوز اتوم دوكسجين. ici ان اتوم دو كربون اي ان اتوم دوكسجين. ici ان اتوم دو كربون اي 4 اتوم ديدروجين، بليتو 4 ماشي 10، هنا غير 4. هنا عندي انك ان اتوم دو كربون واحد، وهنا عندي 4 اتوم ديدروجين، هنا غير اون ايرور دو اتوم دازوت. وهنا غنجيو للموديل. شفنا بالنسبه للذرات مثلناهم بار دي سفير كولوري، حتى هادو غنمثلهم دي سفير، ولكن هادوك لي سفير سون ليي. الذره كتكون ريبريزونتي بار جو سفير، ولكن جزئيه كتكون ريبريزونتي بار مثلا بلوس دون سفير، كيكونوا بليزيور سفير كي سون لي يعني كرات في الفضاء او دوائر مرتبطه فيما بينها. مثلا هنا عندي ذرات مثلا جزيئات الماء، مثلا كاين عندي الذره المركزيه هي ديال الاكسجين ومرتبطه بذرات من الكربون. هنا مثلا عندي ذرات من الثنائي الهيدروجين، شفنا بين ثنائي الهيدروجين ذره كتكون مقلوبه واحد الدائره ولا كريه بيضاء. عندي جزيئات ذرتان من مثلا الاكسجين، ثنائي الاكسجين، دونك ذرتين من الاكسجين. يعني الذره المركزيه هي ديال الكربون محاطه ب ومرتبطه بذرتين من الاكسجين. هنا عندي ذره من الكربون مرتبطه بذره من الاكسجين، وذره من الكربون كذره مركزيه مرتبطه باربع ذرات من الهيدروجين، واخيرا ذرتان من الازوت مرتبطتان ولونهما ازرق. اذا ديرني باراغراف سكون ابيل ان كور بيور. اذا الجسم خالص، اذا كاين بالنسبه للاجسام كاين اجسام اللي كتكون خالصه، وكاين اجسام اللي كتكون غير خالصه اللي كتكون عباره عن خلاط. دونك كنشوفو سي كوا لا ديفينيسيون دان كور بيور، ما هو المفهوم ولا تعريف جسم خالص. الجسم الخالص يكونستيتوي دو موليكول ايدونتيك. إذا الجسم الخالص هو الذي يتكون من ذرات متشابهة فيما بينها، متشابهة. كاين نوعين من الأجسام الخالصة، كاين الأجسام الخالصة البسيطة أن كور بيور سامبل، إي كونستيتيي باغ لي موليكول إيدونتيك، ها ولكن كنزيدو، كاين إضافات، ما هي الإضافات؟ أن هاد الذرات، هاد الذرات سون لي ميم. إذا نقدر نقولك بأن لي موليكول ايدونتيك متشابهه فيما بينها، لكن الذرات المكونه لهذوك لكل جزيئه خص تكون ايضا ايدونتيك. الا كانت ايدونتيك كنقولي بان هذا سامبل، حنا غنشوفو دي زيكزون. سينو كومبوزي، كومبوزي لاكس جوفي نكتب هاد لا بروميير فراز، ولكن غنزيد دو لي زاتون كي سون ديفيرون مختلفه. حنا نشوفو مثلا، مثلا الا خديت مثلا الماء كتكون جزيئات الماء، هاد جزيئات الماء متشابهة، لكن إلا خديت كل جزيئة التركيب ديالها مثلا كتكون من ذرتين من كاين الهيدروجين والأكسجين مختلفتين. إذا الماء كيما داير هو جسم خالص لكن مركب، بينما ثنائي الهيدروجين اللي في الهواء كتكون جزيئات ديال ثنائي الهيدروجين.
الجزيئات متشابهة فيما بينها، لكن كل جزيئة تتكون من ماذا؟ من ذرات الهيدروجين، وذرات الهيدروجين متشابهة. إذن الجسم، إذن ثنائي الهيدروجين هو غاز يكون عبارة عن جسم خالص بسيط، un corps pur simple. Donc je pense c'est clair. Et donc la même chose بالنسبة لهاد les autres. Donc je m'arrête ici.